امبارح هالكتاب ملمسه غريب، زلته ناعمة كأن خبرينا عن دورك وخبرينا عن المسرحية بالإجمال. أول شيء بدي أشكر حضوركم وميرسي على رأيكم، هيدا تشجيع لنا أكيد ونحن منكبر بهيدي الآراء. هيدي المسرحية إذا بدك بطولة جمعية، ما في بطل واحد، كلنا أبطال فيها. هيدي المسرحية شوي هيك منا يعني منا كثير واقعيه، بتحكي عن هي مقتبسه عن قصه فرنسيه لكاتب فرنسي، بس سليمان قولبها بشكل سليمان زيدان المخرج قولبها بشكل يتناسب مع بيئتنا مع الاشياء اللي نحن منعيشها، وحولها لمسرحيه غنائيه. يعني هو اللي مؤلف المقطوعات الموسيقيه كلها ونحن تلاميذ دربنا عنده. هاي المسرحية ببساطة بتحكي عن واقع قد ايه الإنسان متمسك بالحياة، وهل إذا انعطى فرصة ثانية فعلا بيكون مبسوط وسعيد أو لا، بيقدر يحقق اللي راح عليه. فهي عبارة عن أموات، بيجي البروفيسور ماراكس اللي هو سليمان بيعمل عليه تجارب وبيعيشهم، بيعطيهم فرصة حياة جديدة، بيعيشوا أول شيء مبسوطين وبالآخر بتلاقيهم بطلوا راضيين لدرجة أنه حكموا عليه أنه يقتلوه وما بدهم، مع العلم أنه بس يرجع البروفيسور بس يرجع لودوفيك مساعده يلعب هو دوره ويصير بروفيسور بيرجع بيعيشوا من جديد، بيرجع بينبسطوا. يعني الإنسان قد هو طميع، قد هو مرات مش عارف شو بده. أما بالنسبة لدوري، دوري أنا واحدة من الأموات، هي مدام تيسالون، هي سيدة مجتمع راقية، تجوزت حسب التقاليد، ما عاشت الحب، وكانت كتير محكوم عليها كونها سيدة راقية إنه كل تحركاتها بحساب، وتجوزت زواج مش عن حب. فلما رجعت للحياة كان هدفها إنه تلاقي حب، كان همها أنه تلاقي حب حقيقي، لهيك صار عندها عشاء كتير. هي ما المقصود أنه فتاة لعبية، لا أبداً، هي كان قصدها تلاقي الحب، لهيك كانت عم تجرب كل شاب بتشوفه أو كل رجل تتعرف عليه أنها تلاقي معه الحب، ما عم تلاقيه. لدرجة آخر شيء بتوصل لصاحب القصر بتفكر أنه رح تلاقي الأمان معه، بيطلع رجل سادة بيحب عنف. وبدي أقول لك أنه عن جد كان فيه كتير تحدي، لأنه أنا في منهم يعني تلاميذ قبل قدموها وهن ممثلين وعاملين كتير أعمال، زملائي بالمسرحية مقدمين قبل من كذا سنة وراحوا فيها على المغرب. أنا أجدد عنصر، أنا إلي شهر واحد، وكان تحدي من سليمان أنه أنا وياه نشتغل بشكل أنه بهالشهر أقدر أعمل دوري، خاصة أنه في أشياء بدي أمشي فيها على الموسيقى بشكل كتير دقيق. يعني إذا ببطئ شوي أو بسرع شوي بطلع برات الريتم. فكان تحدي بس أكيد كان تجربة كتير حلوة. واليوم بعد ما قدمنا العرض وحسينا أنه أنتوا راضين والناس كانت راضية، نسينا تعبنا. الله يوفقك غادة، كانت مسرحية كتير حلوة، والله يوفقكم جميعا. مرسي، وبرجع بشكر حضوركم ونحن منكبر فيكم، وأكيد لولا الإعلام ما بيكون في فنان، ما بيوصل يعني رسالة الفنان ما بتوصل لمطرح لو ما الإعلام بيضوي عليها. الحقيقية بالحب بتكون مع الشخص اللي انت بتختاره.
من المشاعر والأحاسيس اللي بينبعوا من قلبك. لو دفعت الثمن وتعذبت، أنا عشت حياة الدونجوان وغديت غروري وكبريائي، بس قلبي ضلوا فاضي، قلبي ضلوا جعان للحب. فهمت ليش عم بلتهم البروفيسور معاكس؟ المحكمة سجلت شهادتك وحتدرس أقوالك. ميرسي. هلا بدنا نسمع شهادة مدام تيسيلون. نو ميرسي، أنا ما عندي شيء أقول. مدام ما فينا هيك، أنت مشتركة بهالشيء وضروري نسمعي. تجربتي ما كانت حلوة، فاضل ما أحكي لك. يا مدام بقدر إنه مرة محترمة مثلك ومحتشمة. أول شيء بس حضرتك مخرج ومؤلف موسيقي وممثل، كيف قدرت جمعت بهالمسرحية الأفكار حلوة بثلاث قصص أنت جمعها؟ هو بجميع الأحوال لو أنا ما بعمل كل هالأشياء وفي حدا تاني بألف موسيقى وحدا تاني بيكتب النص وحدا تاني بيمثل، لازم نحن نصير أصلاً واحد لو نحن ثلاث أشخاص كرمال نقدر نعمل عمل متكامل لهالدرجة. وهيدا الشيء مختبرينه أهم الفنانين بس يعملوا عمل جماعي. خلص صرنا شخص واحد هدفه العرض، هدفه وين بنوصل بهالعرض واللي بنوصله من خلال العرض. وهذا الشيء لأنه أنا مسائب، أنا كاتب الموسيقى وأنا كاتب النص وممثل بالعرض ومخرج العرض، فكانوا مجموعين فيه. وممكن كتير بيوم الأيام أعمل عمل حدا تاني يألف الموسيقى أو حدا تاني يكتب النص، ولكن نكون كلنا شخص واحد عم نخدم العرض. أستاذ سليمان، كيف جبت الأفكار بالمسرحية، الأفكار الغريبة شوي؟ شوف، أول شيء هي المسرحية مقتبسة، فكرتها مقتبسة عن مسرحية فرنسية لموريس دو كوبرا، بس طبعا نحن غيرنا النص وأضفنا شخصيات وشلنا شخصيات من أصل النص وشلنا مشاهد لقيناها ما بتخدمنا للي نحن بقى نوصله. الأفكار هي بتجي من سياق النص ومن البروفات، ونحن عم نعمل بتشوف هون شغل كتير حلو بتخطر عبالك الفكرة من تأمل العرض أثناء البروفات مرة واثنين وعشرين وثلاثين. طبعا هذا عرض أخذ تحضير كتير لأنه نحن هذا العرض مدربين عليه ست شهور من أربع سنين قبل ما عرضناه من زمان بمسرح المدينة، وهلأ أربع شهور. طبعاً مغير كتير العرض هلأ عن وقت مسرح المدينة، غيرنا كتير تفاصيل، السبيس تغيرت، السينوغرافيا تغيرت، إخراج كتير أشياء تغيرت، ولكن إنه هاي الأفكار بتجي من خلال تفاعل المخرج مع الفريق وهن عم يشتغلوا وعم بيكرروا العرض. عادة مثل ما لاحظت اسم الله نفول التياتر تبعك لأنه بتستاهل، لأنه كانت مسرحية رائعة. أنا حضرتها من أولها لآخرها، ما قدرت يعني بهالساعة والخمس دقايق ما قدرت دقيقة أترك نظري على المسرحية لأنه كتير سريعة، إيقاعها سريع، الموسيقى متناغمة مع الحكي ومع التمثيل. يعني اسم الله تركيبة كل البولوغرافية بسموها تركيبتها رائعة. استوحيتها كمان من برا ولا أنت ركبتها؟ شوف، لما ألف الموسيقى بدي أخذ عين الاعتبار بأي زمن بأي حقبة تاريخية عم تجري الأحداث. هاي الأحداث بتجري بألف 1947 بفرنسا، بتكون شوي الموسيقى من هيداك الجو غربي شوي لأنه بطبع هي بتجري كان في غابة بسان جيرمان زمان وهي غابة سان جيرمان، فبتكون الموسيقى هيك فيها شوية طبيعة، فيها شوية خضار مثل ما حاط هون أنا كم شجرة. ففي مثلا بفصل بتصير عند شخص لاتيني، هيدا الشاب القاسي السادي، فكمان عملناها شوي تانجو الموسيقى لتوحي بجو لأنه شخصيته بتشبه التانجو. مثل ما بتلاحظ رأس التانجو بيكون هيك كتير حاد قاسي، الحركة الزلمة كيف بتكون هي الحادة، هو اللي عم بيقود المرأة، فكمان كانت الموسيقى بهالشكل تنشتغل طبيعة المشهد ويوصل بنا ووصله من خلال المشهد. شو قصتهم اللي كانوا واقفين فوق؟ اللي كانوا واقفين فوق إلهم أكتر من دور. أول شيء هني كانوا كورس أنا بدربهم، فلقينا ممكن يخدمونا كتير بالعرض. أول شيء هني هو الكاتب عم يكتب، من زمان العرب كانوا يقولوا في شيطان الشعر اللي هو بيجي وبيكون عم بيوشوش له مثلا بيوحيله بالأفكار اللي بده يكتبها أو كذا، فهني بيكونوا وراه للكاتب.
هني منو هني شيء وهمي هون موجود أفكاره إذا بدك شياطين أو ملائكة ممكن عم توحيله بالأفكار للكاتب هو عم يكتب وبلحظة بيتحولوا لأصنام بقصر ستريدز وهني بيكونوا جزء من العرض دايما بلحظة بيكونوا مثل الأموات هول الموجودة هون فهني إلون أكتر من وظيفة بشكل أساسي هني شباب وصبايا بجننوا عم بيغنوا معنا شباب هني بكلية الإعلام الجامعة اللبنانية وأنا بدربون وقررنا يندمجوا معنا بهالعرض وبصير غني من كل النواحي الله يوفقك سي سليمان كتير حلو العرض وحتى كلهم يعني التناغم تبع المسرحية حلوة تكشف على أفعالها بس أنت كنت واحدة من الضحايا مظبوط الضحية فما فينا نستغني عن شهادتك كم سنة عشت بحياتك الثانية 10 سنين هربت من مستشفى البروفيسور مراكس من بعد 33 يوم كنت عم دور عن حريتي ولأنه كنت محرومة من الحب بحياتي الأولى كنت مستعجلة كتير لحق شو راح علي ولاقي الحب الحقيقي حسب ما بيقولوا مطربة وممثل وبعازفة عود ومتذوقة للفن الراقي والكلاسيكي كنت عم بحضر مسرحية للمخرج سليمان زيدان بمسرح أبراج فرن الشباك وكان في عمل عبارة عن 8 أشخاص عم بيعملوا أنا مبسوط إني ميت عمل رائع متكامل بيّن العمل فيه جهد كبير جداً وفي شيء بيبين انه الفن للفن عرفت كيف واحد عم بيعطي من روحه من جسده ومن فكره ومن لوعيه فانا فخوره اني حضرت هيك عمل وبتمنى من كل الناس تيجي تحضر هذا العمل لانه شوف اليوم اللي بيفتقد للفن الحقيقي يشرف على مسرح ابراج وبشكر تلفزيون او مسايا وشكرا لكم اسمحوا لي